رحم الله اللواء محمد فارس، هذا الثوري البطل الذي انتصر للحق. حقيقة يعني أول ما سمعنا خبر وفاة فقيدنا يعني لا أستطيع أن أصف تلك المشاعر. حقيقة هو فقد كبير لهذه الأمة، فقد لكل ثائر ولكل لاجئ ولكل صادح بالحق. أكثر شيء يعني أثر في هذا يعني التجمع في عزائه في الصلاة الغائب على سيادة اللواء رحمه الله، أنك تجد جميع الموجودين كلهم يعزون بعضهم بعضا، كلهم يشعر أنه أخ أو أب أو زميل أو صديق العمر له، فكلهم يقول أعظم الله أجركم، أعظم الله أجركم. دليل أن الفقد فقد الجميع، وهذا المصاب مصاب جميع الثائرين الذين قاموا على الطغيان وعلى الاستبداد بكلمة الحق. رحم الله الفقيد، جعله الله في أعلى عليين. نحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون جميع الثائرين على خطى اللواء محمد فارس. حقيقة ما رأينا منه إلا كل خير، لم يقف إلا مع الحق، لم يتكلم إلا بكلام العدل، ولم يكن إلا رحيما بمن حوله. جميع الأعمال أو اللقاءات التي كنا نجتمع بها تجده سبحان الله من الحكمة بمكان، من اللين بمكان، من الرحمة بالآخرين بمكان، وكان دائما يؤثر الآخرين على نفسه. يعني رحمه الله تعالى له مواصفات فريدة حقيقة، نرجو من الله أن يجمعنا معه في عليين. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اللواء الفقيد رائد الفضاء كان رجل قريب من مجتمعه، محب لمجتمعه، قريب من الناس جدا، قريب من الله عز وجل، محبوب. وأنا أقول هو ينطبق عليه وصف الزهد، كان زاهدا في الدنيا، لم تغره المناصب، لم يغره المال، عاش كفافا، أحب الله عز وجل وأحب سوريا وأحب حلب، فأحبته حلب وأحبته سوريا وأحبه المحبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لسوريا أمثال محمد فارس وأمثال أبي فرات وأمثال حج مارع وأمثال الساروت وأمثال حمز الخطيب. وأنا أقول الأمة ولادة، الأمة والثورة والثوار فيهم أمثال هؤلاء، علينا أن نبحث عن أحدهم وعمن يكون على نهجهم ونلتف حوله لنتابع مسيرتهم ولتنتصر ثورتنا بإذن الله عز وجل. عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لشهدائنا، شهداء ثورتنا المباركة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الملتقى في سوريا حرة أبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر سوريا من كل الطغاة ومن كل الغلاة ومن كل البغاة ومن كل الجفاة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وأقول ما تعلمناه ونحن في الصغر، وجند الله مكمول العدد ما دامت الأرحام تنجب الولد، والحمد لله رب العالمين. أول شيء لواء محمد فارس رائد الفضاء هو أول شيء رمز من رمز سوريا من قبل الثورة، وطبعاً انضمامه للثورة بيعطيه رمزية أكبر وأكبر وأكبر، لأنه نحن دائماً نكبر برموزنا، نكبر من الناس يلي بيكون هي إلا مركز وانشقت عن هذا النظام. اللواء محمد فارس ما كل ولا مل من بداية الثورة إلى يومنا هذا بدعم كل السوريين، وحتى كان داعم الحقيقي أيضا لزوجته، بيدعم زوجته كتير بنشاطه وما ترك أبدا، كان هو الداعم القوي له. محبة الناس اللي شفتها أنا للواء محمد فارس هي موجودة على فكرة، بس يمكن نحن المحبة تبعنا تطلع بالحزن. تعودنا الشعب السوري نحن حزين، نحن شعب حزين، حنفرح يوما ما، وهذا المحبة اللي شفتها هي موجودة بس بتطلع لأنه بساعة الحزن أو بالفقدان. فأنا بقول الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة، وأكبر نعمة كبيرة أنه اندفن بأرضه، هي كانت كثير حلوة عن جد. شكرا كثير. أول شيء محمد فارس بالذات له معزة خاصة في قلب كل الشعب السوري، بحكم أنه بالمناهج كان كل الناس بتعرف مين محمد فارس، تربت على الإنجاز اللي عمله خصوصا بالثمانينات والتسعينات، فهذا الشيء ولد شعور قومي عند الناس أنه هذا شخص بطل من أبطال سوريا.
ليش الناس تنعي امواتها وتتذكر لما بيموت. ما اتوقع الموضوع هو بهي الطريقه، ولكن يعني الظروف اللي مرت فيها الثوره ما كنا يعني ما كان في شيء بينعمل، ما اتوقع انه ما كان في شيء بينعمل اكثر من هيك. يعني اللي سيطر على المشهد هن الاشخاص غير كفؤين، همشوا الابطال وهمشوا اللي بيستحقوا. فبالتالي لما توفى الناس تذكرت انه في كان بطل بيناتها كان ممكن بالمستقبل يكون ممكن كان يكون هو رئيس سوريا المستقبلي. اتينا الى مسجد الفاتح لنلقي النظرة الأخيرة، لكن رأينا هنا أننا سنصلي صلاة الغائب ولسنا بحاجة لهذه النظرة، لأن مثل هذا الرجل سيبقى في قلوبنا لأنه غرس القيم الثورية والإنسانية والإسلامية في قلوب السوريين خصوصا وفي قلوب الرموز والأبطال في العالم عموما. أنا أحب أن أقول في هذا المقام المهيب جدا إن من الغرائب والعجائب أن تختلط عند الإنسان مشاعر الفرح والحزن في آن واحد. حزننا عميق لكن يوازيه تماما أو يختلط معه فرح كبير، لأننا فخرنا ولازلنا نفخر بهذا الرمز العظيم وبأمثاله من رموز ثورتنا. كان يطمح ويرغب ويرنو للشهادة في سبيل الله تعالى، لعل الله عز وجل اختاره أن يتوفى في الغربة وأن يتوفى مبطونا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغه ما كان يرجوه من ربه عز وجل، أن يبلغه منازل الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المؤلم على شعبنا السوري البطل نتقدم إليه بتعازينا القلبية لفقيد رجل من رجال سوريا الكبار. فقدنا باللواء محمد فارس شخصية وطنية نعتز بها جميعا. فقدنا بهذا الرجل الصدق والأمان الذي يتميز بها شعبنا والتي امتزجت بروحه وحياته وعمله وفكره. لذلك كان المصاب كبيرا والألم كبيرا لفقدانه. كنا نتمنى ونعمل خلال سنوات طوال على أن يكون قائدا لثورتنا وشعبنا، ولكن فشلنا ولم نستطع. وكان الحق بانتظاره لينتقل إلى ربه راضيا مرضيا إن شاء الله، تعزينا لأسرته ومحبيه وندعو شعبنا إلى الالتزام والصدق والأمانة صفات رسول الله، وإلى أن يبقى صامدا وصابرا ومصابرا لكي نعود إلى بلادنا وننتصر ونبنيها بالعدل والكرامة والمساواة لجميع أبناء شعبنا. إلى جنان الخلد محمد فارس مع الشهداء والأنبياء والصديقين، مع رفاقك عبد القادر صالح والساروخ وابي فرات وكل الشهداء الذين قدموا حياتهم لكي تنتصر سوريا ولكي تنتصر قضيه الحريه والعدل والسلام في كل العالم. اللواء محمد فارس اكبر بكثير انه يعني ننعيه قامه. لما انت عندك قامه انت تقدر يعني تعجز انك انت تعطيه وصف. الوطني السائر المخلص النظيف اليد الطاهر النفس، هذا يعني بتقعد بتدور له على اوصاف كثير. رجل عاش بعد الثوره وعاش بيناتنا، كان بالنسبه لنا اخ واك واخ كبير واخ واب كبير لجيل كثير، كان يجمع الناس. فاليوم الانسان الجامع هذا اليوم صعب انك انت اليوم توصفه، لكن انا كررتها اكثر من مره هلا انه مشان اليوم نحيي ذكرى محمد الفارس نحييه بانه تبني الـ 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 النشء علميا، تبني النشء علميا في انه اليوم نتبنى الاولاد اللي هن المتفوقين علميا، ننشئ من خلالهم اكاديميه تدعمها، يدعمها السوريين فقط بمال السوريين، لكي يخرج منها
مئات من محمد الفارس، هكذا تحيا ذكرى محمد الفارس. الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة مع كل من قدم له الوطن.